يعود فيرمينيو مرة إلى وسط الملعب، حرية في 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 لأن فيه مشروع يعني في هذا المنتخب يعني عنده في تصفيات كأس العالم فيفا قطر 2022 وصل السرعة والمهارة في الهجوم مثل الميرو وروميرو. مباراة يبدأها منتخب الباراغواي وهو يقع بند هنا، محاولات الباراغواي، فرصة تسديد وترتد الكرة، الميرون وحكم اللقاء القريب بند هنا باتريسيو لوسواتو، لسه الخطورة موجودة. دي النهارده بيشترك جابرييل جيسوس اللي عنده فرصة جديدة بند هنا صانع الهدف. التدورس ما بين بالميراس وسانتوس في العام رائعة من البرازيل، هدف مبكر عن طريق نيمار، كرات بالجنب اليمين، هذه السرعات اللي عند البرازيل، دانيلو هدف أول هنا عن طريق اللاعب نيمار، يسجل 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 أمامنا هنا نيمار هي الفرصة الأولى، المحاولة الأولى، دانيلو يعمل العرضية تعدي من ريتشارلسون تصل إلى نيمار عشان يسجل أول أهداف هذه المباراة. هل يفك منتخب البرازيل عقدة المنتخب الباراغواياني بالتحديد في ملعبه؟ آخر فوز كان منذ 6 يكمل من خلالها لعب جونيور ألونسو، يا ولد على التسديدة، وإيدرسون يا ولد كرة من عمر ألديريتا أمام كما الدستورية العليا هيحدد بشكل كبير بقى هل البطولة عمر ألديريتا اللي كان هيسجل في اللقاء على طول. الكرة بتقع أمامنا هنا من جانب ريتشارلسون، لكن البرازيل وهي تشيتشي أمامنا هنا اللي بيقود المنتخب وأحرز معاهم للملحق بقى المؤهل لقطر 2022 إن شاء الله. وإشبيليا وبالباو، ودي ريتشارلسون استلام، ولكن يطلع الخبرة أنتوني سيلفا أمامنا هنا ويضيع ريتشارلسون في هذه الكرة وهذه اللقطة المطلقة. روبرتو روخس اللي بينطلق يلف الكرة على القائم البعيد، يطلع بالثبات للتسجيل وأنقذها إيدرسون مباراة. استلام المرة دي راية وتسلل. نادي جابرييل جيسوس، عناصر اللي في 2019 اللي كان اغلبها شارك فيها بنما وكولومبيا وقطر والبيرو والسنغال ونيجيريا، وكان ظهوره طبعا كذلك في مباراتين قبل هذه المباراه. عدى روخس عاملها جميله، تحرك من الميرون، التعادل، ولكن ترتطم الكره اللي امامنا اهو في اللقطه الماضيه، كره في منتهى الخطوره، قدر ميليتاو الكره اللي فاتت في دوري الابطال. ادي امامنا الكرات الاماميه، تحرك المنتخب، لكن برافو قوي الحقيقه من ليتاو، شال كره خطيره. هنا التدخل، مطالبه بركله الجزاء، مطالبه بلمسه يد، هنشوف الفار. الكره العاليه امامنا هنا ارتطمت صحيح، كذلك البيرو سجل 3 اهداف. كرات العاليه امامنا هنا، الكساندرو راسنا هنا، سرعه الانطلاق ومحاوله في اللقطه اللي امامنا، محاوله كانت التصنيف العالمي امامنا هنا، انطلاقه ريتشارلسون ضيع فرصه كبيره، كره حلزو، وكان اللاعب السابق ايضا في نادي كورانشيز في البرازيل المنتخب، وان كان كايو تم الاستعانه باللاعب رودريجو كايو في قائمه المنتخب البرازيلي ضمن اللاعبين، لاعب ومدافع فلامينغو اللي انضم للقائمه طبعا في غياب تياغو سيلفا. بعد 4 دقائق تتصلح الكره، وادي نيمار، فاول معمول حلوه، تاني كره لنيمار اللي ممكن نشوف امامنا هو جابرييل جيسوس في مساندة، التدخل هنا والمساحه، طمع في الكره وخد له مكان جابرييل وملعوبه 21 لقاء مع النادي الملكي طبعا في هذا الموسم. انطلاق في الدقيقه 4 من عمره ريتشارلسون قوي، لقاء مهم، منتخب الباراغواياني يبحث صاحب اجمل لمحات في المباراه، يعلق كره حلوه قوي، الكره العاليه بنلعب في الدقيقه الاولى من الوقت بدل الضائع ريتشارلسون على طول. جوستافو جوميز، استلام من جانب الميرون وتدخل من فريد، واعتقد فيها انذار، الانذار التاني ابر قوي. انخيل روميرو سجل 4 اهداف من جانب المنتخب. ريتشارلسون المزعج المتحرك امامنا، لكن المره دي كره اماميه، ريتشارلسون يا ولد العب بثلاثه، تلعب بخمسه وتلعب امام البرازيل 1 باراغواي لا شيء. انقل كلمه سريعه لزن السابق بديلا في اللقاء مكان فريد، انطلاقه امامنا هنا ركنيه، الباراغواي مع تشيلي وامام كولومبيا، وتاجل كذلك ايضا لقاءين امام كولومبيا امام الارجنتين بالنسبه لمنتخب البرازيل. منتخب الارجنتين 12 نقطه اللي تعادل منذ قليل مع كولومبيا بهدفين، والجوله الثامنه، ونيمار عدى حلو قوي، وانطلاقه من جابرييل وفرصه، لكن يا ولد على التدخل، تدخل رائع من جوستافو، حاولة المرور هنا من جانب اللاعب انخيل روميرو، نفذت الركله الركنيه لكن الى خارج الملعب. ادي ماركينيوس
ادي ماركينيوس سجل هدفين خلال مشواره منهم. هدف اتلغى من نفس انطلاقه كانت شبيهه، كره عاليه الى جابرييل جيزوس دفع مقابل لا شيء. ادي امامنا هنا الارجنتين كان كبير لايفرتون مركز العاشر، كره خطره امامنا هنا، ادي الكرات الخطيره لكن يتالق الحقيقه انطوني سيلفا. انطوني سيلفا عدى جابرييل، تمريره حلوه نيمار الثاني لكن ضاعت الفرصه نيمار امامنا اهو في هذه اللقطه. شوف نيمار استلام حلو قوي. حاول الباراغواي الشوط الثاني ان يضغطه لكن البرازيل منتخب الباراغواني اللي بيحاول العوده يحاول يصل الى التعادل اول مساعد ثاني هو طبعا الموجود الفريدو. انطلاقه حلوه من جانب جابرييل اللي شالها جوستافو، راسيه ماركينيوس، كره ريتشارلز في اغلب هجمات المنتخب البرازيلي. السيليساو بلعبه حلوه قوي من دانيلو، راسيه ريتشارلسون قدم نفسه بقوه. الونزو مره ثانيه التحرك المره دي من جعب الارزمندي ومحاوله كره ريتشارلسون اللي كان انقذها الحارس، كره نيمار محاوله اللي ينشط الاداء مره ثانيه، كره تصل خطيره. ادي امامنا خد الجانب الشمال وامامنا انطلاقات المنتخب. ريتشارلسون شماله مميزه دخل وعدل وفتح الطريق ولد على الانطلاقه لكن المره دي الانطلاقه والقوه عند امامنا هو ريتشارلسون. لكن تدخل خمسة مدافعين في بداية المباراة. الكرات اللي بالعرض للقاء الافتتاح ان شاء الله في العاصمة برازيليا امام المنتخب الباراغواني. كرة خطيرة محاولة تسديدة لكن في البرازيل. مارتو كروسو عدى حلو قوي يا ولد، تغيير الاتجاهات لكن هنا هو ايه جابرييل شارك كبديل في المباراة الماضية. تدخل عنيف جدا من جابرييل واعتقد فيها انذار. فريد انذار وغادر ملعب المباراة بين الشوطين وجابرييل انذار. فاول على اللاعب اللي امامنا هنا هو حكم اللقاء اعتبر ان اللاعب البديل ايفالوس جابرييل ايفالوس. اكو في اسانسيون عاصمة باراغواي حتى الان واحد لا شيء. والمباراة في اسانسيون اللي قلت حضراتكم منذ 36 سنه ما فازوش على الباراغواي في ملعبهم. ان يحسب الاداء انطلاقه امامنا هنا لاعب سوموديو عايز. والباراغواي عمل خمس تبديلات وحاولت الباراغواي ركنيه كان ايضا دوغلاس لويز اللي دخل وشارك مكان فيرمينو. الباراغواي 35 عالميا مع البرازيل الثالث عالميا وكره راسيه لكن تطلع الكره امامنا هنا الى ركله مرمى. في اللقاء مكان اللاعب فيسنتي راسيه خطره جدا. ادي انطلاقه من جانب نيمار مرور فاول وانذار جديد امامنا تقريبا كان مع فريق الميلان. ادي كره نيمار على الكوره الى خارج الملعب. كره نيمار الدقيقه 90 كانت رايحه طبعا المنتخب البرازيلي حتى الان بهدف وتعادل. كان مرور عدى حلو قوي يا ولد يا لعيب عدى والكره للخلف ولكن خطيره ممكن التعديل لكن الكره جوستافو تسديده ادرسون ينطلق ان شاء الله يوم 10 والكوبا امريكا 13 وادي فرصه ولد على البلياردو. باكيتا امامنا هنا لوكاس باكيتا يضع في هذه اللقطه هدفه الثالث مع المنتخب. لكن شوف الكوره وشوف المتعه وشوف البرازيل والانتصار المستحق بثنائيه في الدقيقه يعني الثانيه من الوقت بدل الضائع. كره هدف جميل جدا الحقيقه اللاعب لوكاس باكيتا اللاعب اللي انتقل من الميلان.